مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث ووقائع معركة أين الله الجزء 81، وعنوان حلقتنا إله الوهابية يصبر على الألم. شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ ابن عثيمين بيشرح الآية القرآنية يؤذيني ابن آدم، ويقول يؤذيني أن يلحق بي الأذى، ولكن هذا الأذى ليس كأذية المخلوق، والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا صفات الله كلها ليست كصفات المخلوق. وبعدها أكد وقال هل نعترض ونقول حشاك يا رب أن يضرك أحد أو أن يؤذيك وقد أثبت لنفسك، ونقول أمنا وأقررنا واعترفنا بذلك. وبعد كده الشيخ ابن عثيمين غير كلامه، بعد ما قال الله يتأذى ويتضرر قال أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقه هذا. وتوبنا معاه ومنه. طيب في سؤال، هل الأذية دي لازم يكون ليها أثر أو انفعال أو عدم تحمل زي ما شرحها الوهابي ابن عثيمين؟ عشان أشرح النقطة دي أكتر هنروح لسعيد البخاري بشرح ابن حجر وشوفوا معايا بيقول ايه. قال الحافظ ابن حجر وقال ابن الجوزي أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويرون كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الأمر اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنسيق قلت، ويدل على أن المراد بالضحك والإقبال بالرضا تعديته به إلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذ توجه إليه طلق الوجه مصرا للرضا عنه. يعني ايه؟ يعني ابن حجر بينقل كلام ابن الجوزي اللي بيقول ان غالبيه السلف يمرون الضحك كما جاء، ومعنى الامرار عدم العلم بالمراد به مع اعتقاد التنزيه، والتنزيه اتكلمنا عنه في حلقات كتير قبل كده. وقلنا ان من اهم اركان عقيده الاشاعره وعقيده الازهر اللي بدور اثبتها في مجله الازهر شوفوا معايا على الشاشه، والخلاصه انه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. يعني نقول إن الله بيضحك ويمر اللفظ كما هو من غير ما نقول إيه معنى الله يضحك. ضحك الله ما نعرفش إيه معناه مع اعتقاد التنزيه. يعني لو قلنا إن الله يضحك حقيقة يبقى إحنا كده مجسمة ومشبهة وبنقل أدبنا مع الله. وهنشوف رد الشيخ البرق على كلام ابن حجر وابن الجوزي. المعروف عن ابن الجوزي نفي حقائق الصفات الخبرية مثل الضحك والفرح كما هو مذهب جمهور الأشاعرة، ثم أن كثيرا منهم يفسروا النصوص الواردة في تلك الصفات بما يخالف ظاهرها كما فسروا المحبة والرضا بإرادة الأنعام. يعني الشيخ البراق بيقول ابن الجوزي ده بينفي حقائق الصفات الخبرية زي الضحك والفرح، ويفسر النصوص اللي فيها أن الله يضحك ويفرح تفسير يخالف ظاهرها. يعني يقولوا أن الضحك والفرح معناها محبة الله ورضا الله وإرادة الإنعام، دي مش على حقيقتها. وبيوصل الشيخ البراق الرد على ابن حجر وابن الجوزي ويقول إيه، وقد يفسرون الفرح والضحك بمثل ذلك أو يفسرونها بالمحبة والرضا، وهذه طريقة أهل التأويل منهم فيجمعون بين التعطيل والتحريف. الشيخ البراق هنا بيقول بكل وضوح ان كلام ابن الجوزي ده تحريف وتعطيل للنص، لان معنى ان الله يضحك يبقى يضحك حقيقة، يعني الله بيضحك ويقهقه ويفتح بقه وممكن يهتز برضه، لان الضحك معناه الطرب والنشوة، ودي كلها هيكون معناها اهتزاز. وشوف ابن حجر هيقول ايه في المرجع اللي جاي. قال الحافظ ابن حجر قوله يضحك الرجل إيه رجلين، قال الخطابي الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله. وراح رد عليه الشيخ البراق شوفوا معايا قال إيه، قال مذهب أهل السنة في الضحك المضاف إلى الله تعالى في هذا الحديث وغيره إثباته لله عز وجل على ما يليق به ويختص به، وإنه ضحك لا كضحك المخلوقين. طيب طالما انه بيضحك لا كضحك المخلوقين يبقى برضو يطرب لا كطرب المخلوقين، ويهتز فرحا وطربا لا كاهتزاز المخلوقين. الشيخ الوهابي البراق وكل الوهابيه بياخدوا نص كلام الاشاعره والنص التاني يغيروه، يعني كان الوهابيه كده مخانيس الاشاعره زي ما الاشاعره مخانيس المعتزله. طيب انا عايزه اللي متابع معايا من المشاهدين يفهم الكلام اللي نقلته من كلام ابن حجر وابن الجوزي، وانا هلخصه في جملتين قصاد بعض. الاشاعره بيقولوا ان صفات الله نمرها
كما جاءت من غير معرفة معناها، قصاد الأشاعرة بنشوف غلاة الحنابلة الوهابية اللي بيقولوا صفات الله نأخذها بالظاهرة على حقيقتها، ونروح لكلام الشيخ الوهابي ابن عثيمين ونشوف الفيديو اللي جاي مع بعض. نقول حاشاك أن يضرك أحد، أما أن يؤذيك وقد أثبتته لنفسك فنقول آمنا وأقررنا واعترفنا بذلك، ولكن مع هذا لا تكون أذيته كأذية المخلوق. إذا كانت أذية الله حقيقية لابد أن يكون لها لازم، واللازم هذه الأذية إيه؟ على الأقل ردة فعل أو انفعال أو ممكن نقول ألم، وهنشوف ابن عثيمين وهو بينفي لازم صفة التأذي. وطبعا كلمة أو صفة التأذي أو التأذي دي من عندي أنا، لأن الوهابية دايما بيخترعوا، يعني اشمعنى أنا ما اخترعش؟ الوهابية دايما بيخترعوا مصطلحات، والمصطلح ده بيشبه كتير مصطلحات الوهابية، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقي هذا. يعني ابن عثيمين بيقول حاجتين في وقت واحد أو مصيبتين في وقت واحد. المصيبة الأولى إن إله الوهابية مش بينفعل، يعني ملوش ردة فعل، وده معناه إن ضحك الله وفرح الله وغضب الله ورضا الله، وبرضه يعني لعنة الله يا رحمة الله، يعني إله كده شغال على إيه؟ موجة واحدة، يعني كده زي الكلام النفسي اللي بيقوله الأشاعرة عن الله. بس إله الوهابية صفاته بقت نفسية، يعني بيخبي انفعاله أو ردة فعله، يعني إله الوهابية ملوش فعل، وطالما ملوش ردة فعل فمعنى كده إن إله الوهابية ملوش فعل أصلا، يعني إله صنم أو عدم. وطبعا الكلام ده ما عجبش ابن القيم اللي رد على هرطقات ابن عثيمين قبل 800 سنة فاتوا، وقال أنت بتقول إيه؟ نشوف كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة بيقول إيه. والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيء، وتفرح به وترضى به، وتبغض كل قبيح يسمى، وتكره وتنقده وتنقد أهله، وتصبر على الأذى ولا تجزع منه ولا تتضرر به. كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقدة للحس، فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عند الموات أو عمن قد فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع له حبا ولا بغضا ولا غضبا ولا رضا. يعني إيه الكلام ده؟ ابن القيم بيقول إن ذات الله بتحب وبتفرح وترضى وتبغض كل قبيح، وإن دي انفعالات مختلفة، وبيقول إن ذات الله بتنفعل وتتفاعل وليها ردة فعل، وإن الأذى اللي بيقع أو يقع على ذات الإلهية حقيقي وليه أثر حقيقي على الله، عشان كده الله بيصبر على الأذى. يعني اللي بيسمعني دلوقتي لو أقولك إن الله بيصبر على الأذى هتفهم من الكلام ده إيه؟ إن في أذى وقع على الله حقيقة، وإن الأذى ده ليه تأثير، سميه أنت زي ما أنت عاوز، انفعال، تفاعل، رد فعل، زي ما أنت عاوز. عشان كده ابن القيم قال إن الأذى اللي بيقع على الله ليه تأثير حقيقي، فرد فعل الله إنه بيصبر. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة الأشاعرة بيقولوا إن صفات الله تمر كما جاءت من دون معرفة معناها، وقصاد الأشاعرة بنشوف غلاة الحنبلة الوهابية اللي بيقولوا صفات الله نأخذها بظاهرة على حقيقتها. والشيخ ابن عثيمين قال نثبت ما أثبته الله لنفسه، زي إن الله يتأذى لكن ليس كأذية المخلوق. طيب لازم الأذية دي هيكون في ألم أو انفعال؟ راح قال أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، ربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقه هذا، والنفع عن الله إنه يتضرر أو ينفع. لكن اتفاجئنا إن ابن القيم كان عارف إن قولات الحنابلة الوهابية هاي هرطقة، وقال والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيء ما تفرح به وترضى به، وتبغض كل قبيح يسمى، وتكره وتنقده وتنقد أهله، وتصبر على الأذى ولا تجزع منه ولا تتضرر به. وابن القيم أكد إن ذات الله لا تجزع، يعني تتحمل وتصبر على الأذى. وتبقى الحلقة الجاية في نواصل المعركة بين الأشاعرة وغلاة الحنابلة، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة
فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين